السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح لكم وصفة ديال لا تيغين بالخضر، وصفة اللي سهلة دغيا كتوجد وكتجي لذيذة. إذا خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو بطاطا تقريبا واحد جوج بطاطات، واحد جوج أولا ثلاثة ديال الخيزو، واحد زليفة صغيرة ديال الجلبانة اللي كنقطعوهم لقطع صغيرة وكنسلقوهم. غادي نحتاجو أيضا واحد خمسة أولا ستة ديال البيضات، وغادي نحتاجو واحد جوج معالق كبار اولا ثلاثة ديال الحليب، الملح والبزار. وندوزو نشوفو طريقة التحضير. ناخدو البيض كنضيفو ليه الملح وكنضيفو ليه البزار وكنضيفو الحليب. كنضيفو تقريبا واحد جوج اولا ثلاثة المعالق كبار، وكندربوا هذا الخليط ديال البيض ديالنا مزيان حتى كيتخلط مزيان. ثم كناخذوا هذا الخليط ديال الخضار ديالنا وكنكبوه في المول. طبعا هاد الخضره سلقناها في الملح وكنكبوه في المول اللي كنكونوا دهنينه بالزبده اولا مفرشين الورق ديال الطي. فهنا يمكن لكم تخلطوا هاد الخضر مع البيض عاد تكبوها، اولا كتكبوها في المول كما قلت اللي كيكون مدهون اولا مفرشين فيه الورق ديال الطي، وعاد كنكبوا عليه الخليط ديال البيض. وبالنسبه للخليط ديال البيض فممكن اننا نضيفوا معاه الجبن الاحمر محكوك، فيمكن يعني تخلطوه مع البيض او لا غضيفوه في الاخير كما غادي نوريكم. يعني من بعد ما كيطيب لينا ملي كندخلو الخليط ديالنا الفرن وكيطيب عاد كنخرجوه كنقلبو وكنزينو بالجبن الاحمر وكنعاود ندخلو الفرن حتى كيذوب داك الجبن وكنخرجوه كنقدمو. فكيبقى لكم الاختيار او لا كما قلت ممكن تخلطوه مع الخليط ديال البيض. وهنا يعني لهاد لا تيغين ديالنا، فاما كنطيبوها في الفرن على النار كتكون مهيله جدا، او لا كنديروها يعني كنديرو انية ديال الفرن اللي عامره بالماء من التحت وكنطيبوها على شكل حمام مريم. دونك ف كنطيبوها في بان ماري. فكيبقى لكم اختيار او لا النار تكون مهيله جدا وكندخلوها تقريبا ما كتاخذش الوقت بزاف، واحد 20 دقيقه تقريبا كتكون واجده، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. اذا هذا الشكل النهائي ديال لا تيغين ديالنا كما كتشوفوا. بعد ما كما قلت لكم طابت كندير كنخرجها كنقلبها وكنزينها بالجبن الاحمر محكوك وكنعاود ندخلها حتى كيذوب وكنقدمها. فكتجي على هذا الشكل على حسب المول اللي وضعتها فيه، فكتجي رائعه وكتجي لذيذه. ف كنقطعوها القطع وكنقدموها، وكنتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها لانها سهله وكتوجد بسرعه. ولي عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناة باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحة والراحة.